مساء النور واهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله تكونوا بالف خير بالف صحه جيده اينما كنتم حول انحاء العالم. شكرا للمتابعه والمشاركه. اذا اول مره بتمروا بالقناه بليز ما تنسوا تعملوا اشتراك. عزيزي وعزيزتي، مولود غدا، من هو مولود غدا؟ شو مخبينا بكره لكل الابراج؟ مولود غدا وصلنا الى عشريه الجوزاء عتبه السرطان. شو يعني هذا الكلام؟ يعني البرجين رح ياخذوا من بعض، وخصوصا الجوزاء لانه صار قريب جدا على مدار السرطان، فرح نشوف بعض الصفات بهذا المولود ايضا من برج السرطان. نصيحه لكم ان تحضروا ايضا برج السرطان، بجوز تتوافق معكم بعض الامور. من إيجابيات هذا المولود أو هيدا الأسبوع تحديداً اللي هو بيبدأ من 19 الشهر بكرة إلى غاية يوم 24، هيدا الأسبوع اسمه أسبوع الساحر. إيجابي ساحر موضوعي، أما سلبياته فهو متطلب انعزالي وأناني. محير جداً هذا المولود، ممكن أن يمنحك كل الحب وفجأة يوقف عنك كل الحب، باعتبار انه جاي على عتبة السرطان، عنده مشاعر كتيرة، ولكن كونه جوزاء ممكن يتحكم بعواطفه بشكل جدا قوي، فممكن بيوم من الايام تشوف الحب والعاطفة والتسامح ورافع الحبيب الى مكان عالي جدا، فجأة بين يوم وضحاها تلاقيه مبتعد، بارد، متقلب، غير متجاوب، فبصير تقول شو عم بصير، بطل يحبني، وممكن يقدر انه يبطل يحبك. هذا الشيء عنده طبيعي. بذات الوقت الحب عندهم هو عنوان الحياة، وكذلك القوة والثورة الثروة، فبينظروا بالدرجة الاولى للحب. الحب يعني حياتهم، كل شيء بينظروا له. اما الثروة والمال والسلطة فهي الشيء الثاني، اذا ما كان الاول احيانا حسب الحالة النفسية اللي عم يعيشوها. يهتم بإنجاز أهدافه، يصرف أمواله على مظاهر باذخة، مقتنيات باهظة الثمن، مجتهد وجيد الحديث، بإمكانه انتهاز أفضل الفرص لحياته ولعمله. في الحب يتفق مع الدلو، يختلف مع السرطان، أرقامه 1 و7، ألوانه البرتقالي والأحمر، أيامه الأربعاء والأحد. كل عام وأنتم بألف خير، و بعايد على كل الأشخاص اللي أنا بعرفهم شخصياً واللي بيكون عيد ميلادهم بهذا الأسبوع. عذروني إذا ما تواصلت معكم أو سمعتوا مني لسبب أو لآخر، ولكن ليس المقصود. عزيزي وعزيزتي، مولود غداً، يوم جيد وسعيد لتوازن بعض الأمور. هناك فرحة كبيرة وعارمة وخبر جيد رح تسمعوه بكرة، إما بخصوص بعض الأشياء اللي أنتم بدكم إياها أو بخصوص أشياء ستحصل وهي إيجابية ومحسوب فيها حسابكم أو لكم جزء منها. خلافات مع بعض الأصدقاء أو عدم تفاهم أو ابتعاد، أو ممكن مع الأم أو صديقة لسبب أو لآخر، تنحل هذه الأمور فيما بعد. بتمنى لكم قضاء يوم سعيد في عيد ميلادكم، وبالتوفيق مرة تانية. كل عام وأنتم بألف خير. عزيزي وعزيزتي، مولود برج الحمل. حمل غدا يوم من الأيام الجيدة. رقم 19 بالترو هو رقم جميل ورائع، رقم الشمس، رقم الضوء، رقم الطفولة، البراءة والمحبة. شو حيعمل هذا الرقم بكرة؟ رح يضيق على كل الأبراج نوع من الطاقة الإيجابية، الدفء، المحبة، الحرارة، الإحساس بالفن، الإحساس بارتفاع وارتقاء الروح. وأنتوا بكرة جايكم جزء وينالكم من الحب جانب. فإذا نهاركم جيد وسعيد، ممكن بكرة تكونوا عم تفكروا بزواج، أو ممكن يكون عندكم زواج فعلي. أما إذا كان عندكم محكمة بكرة فهو من الأيام اللي بجوز كتير 99% يكون الحكم لصالحكم أو يتأجل ليصير لصالحكم. عزيزي وعزيزتي، مولود برج الحمل، على صعيد الحب والعاطفة هناك نوع من التجاوب العاطفي والمحبة. كاش ماني جاي لكم بكرة، والكثير من الطاقات الإيجابية. تعاملكم مع الميزان غدا جيد، تعاملكم مع السرطان والحوت إيجابي أيضا، لقاء في الحب والعاطفة. بالتوفيق لمواليد الحمل. بليز ما تنسوا تحضروا البرج العام الأسبوعي نزل امبارح. عزيزي وعزيزتي، مولود الثور،
بليز اعملوا اشتراك شير لايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار بث المباشر. انتم بطاقة رقم 19 بكرة فيها الكثير من المحبة الدفء الروح والنوع من الجمال المحيط فيكم. بجوز تنتبهوا للمرة الاولى لشيء او اشياء كتيرة هي جميلة ما كنتوا تنتبهوا لها قبل، وغدا من الايام اللي ممكن تحصلوا فيه على عرض مالي او عرض اجتماعي او شيء فيه منفعة لكم. اهتمامكم غدا حيكون بالجمال، بالاهتمام بالصحة، بالمال، جايكم كاش مصاري بكرة بالأيام الجاية، عروض للعمل بتجي لإلكم أو مجال لفتح باب لعمل جديد. فأشخاص منكم اللي مقدمين عمل جايز كتير يسمعوا عن خبر بتاعوا استلموا العمل أو اتصال، أو بجوز يطلبوا منكم بعض الأوراق، فخلي تليفونكم جاهز وما تضيعوا الفرصة. أما الأشخاص اللي حابين يبحثوا عن عمل فغدا وهذا الأسبوع أسبوع جيد للبحث، وغدا ممكن تتوفقوا بأشياء كتيرة. علاقتكم في المال والأعمال جيدة، جايكم كاش مصاري، جايكم كاش موني، والعلاقة العاطفية أيضا ممكن تتوضح للصورة، أو أنتم وبعض الأشخاص ممكن تتكلموا بالأمور العاطفية. علاقتكم مع الثور والعقرب جيدة وإيجابية، وكذلك علاقتكم مع الثور والجدي. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجوزاء، جوزاء رقم 19 بكرة تأثيره مش كبير عليكم لسبب أو لآخر، يمكن طاقتكم هوائية، طاقة الرقم نارية، فممكن يكون لهذا الاختلاف، ولكن هذا لا يمنع أنه النهار جيد وإيجابي وفي بعض التغييرات. على صعيد الحب المشكلة بتكون بهذا الرقم، مش كتير في توافق بينكم بين الحبيب، بين الاتصالات، جايز بكرة تبعتوا رسائل تبلكوا حدا يبلككم. انتبهوا، الطاقة قوية وفيها كتير من الأمور النارية، طاقة الرقم ناري، طاقتكم هوائية بصير زوبعة تولع الدنيا، فحاولوا بكرة تكونوا هادين شوي واستمعوا إلى لغة العقل وليس للقلب بكرة ولا للمشاعر. بشكل عام الحب رح يتغير للأفضل بالأيام الجاية وأموركم ستتحسن. يوم جيد لتبحثوا شوي شوي بهدوء وتقعدوا لوحدكم تقرروا بعض الأشياء اللي لازم تغيروها بحياتكم. عزيزي وعزيزتي مولود برج السرطان، سرطان عم بيعاني من الوحدة بهالفترة، ابتعاد عن الناس، عامل نوع من الحجر الصحي لنفسه بدون حاجته للحجر الصحي. يعني صحتكم كويسة بس مبتعدين عن العالم، مبتعدين عن الاختلاط، بعيدين بأفكاركم عن أشياء لازم تسووها أو تقوموا فيها، عم تحاولوا تكونوا وحيدين بهالفترة، علما أنه أنتم بحاجة للحب، بحاجة للوجود مع الناس، بحاجة للاختلاط، ولكن أحساسكم أنه بدكم تكونوا وحيدين هو المسيطر عليكم غدا. من ناحية الاتفاقيات والعقود والمال عم تفكروا ما هو الأفضل، كيف بلاقي أفضل الأرباح بأقل المشاكل، إن كان لعمل أو لدراسة أو لأمور أخرى. بشكل عام السرطان مرتاح على وضعه، بكرة نهار جيد إيجابي، إيدكم ذهب، اطلب تعطى، اليوم جيد ممكن تنجزوا فيها الكثير من الأشياء، والأشخاص اللي رئيسين عليكم أو السلطة جيدين معكم، أموركم متفائلة، بالتوفيق للسرطان. عزيزي وعزيزتي مولود برج الأسد، أسد بكرة من الأيام اللي هو رقمكم أساساً في الترو، اللي هو رقم الشمس، رقم الأسد، الدفء، الحرارة، بس أحياناً الحرارة الكثيرة والدفء الكثير يخلي الواحد يعرق، يشوب كتير وبده يبتعد ويروح يفتش على منطقة باردة. فغداً شوي العكس معكم بالناحية للصداقات والأصدقاء، ممكن إذا حدا معك حكي معكم شوي أو زعلكم تنفصلوا أو تبتعدوا أو تسكروا التليفون أو ترموا الهاتف. فبديكم بكرة تكونوا أروق من العادة، رايقين شوي، لأنه الطاقة عالية جداً وقوية وهي طاقة نارية ممكن تحرق كل الأشخاص اللي حواليها. عزيزي وعزيزتي الأسد، التوازن المالي أنتم بحاجة له بكرة لدفع بعض الأمور المالية، تحديد بأي اتجاه بدكم تروحوا ماليا، بدكم تلاقوا شغل، تغيروا شغل، تبحثوا عن مدخول جديد، والإبداع في هذه الأمور لصالحكم بكرة. اتصال بيجيكم من أشخاص إما حابين يعرضوا عليكم عمل، مال أو مشاركة،
وأيضا من أشخاص حابين يكونوا معكم كشراكة أو حب أو عاطفة أو زواج. أسد بكرة يوم جيد وهادئ طالما أنتوا ما عم تدخلوا في العراك، وعلاقاتكم مع النساء فيها بعض الثمرات من الناحية المالية، الدعم، الفن، الأمور اللي ممكن تاخدكم إلى مكان جديد وفتح أبواب جديدة، أو مثل ما بيقولوا بالعامة واسطة. بالتوفيق للأسد. عزيزي وعزيزتي أولود العذراء رقم 19، إذا جمعناه بصير رقم 1-1، هو رقم البدايات، فتح الطريق، الأبواب الجديدة. هو أيضا رقم الحظ، ولكن ممكن الحظ يكون طالع ونازل بذات الوقت. أما أنتم فغدا عندكم حظ جيد وإيجابي في الزواج، في العلاقات الاجتماعية، في الحب وفي الخطوبة. ولكن أشخاص اللي بدون يجوكم من بعيد، أو أشخاص ناطرينهم من بعيد، أو إذا حابين تسافروا لبعيد، فهيدا كله عليه تأخير. فإذا كان الزواج إلى مكان بعيد، أو الحبيب مسافر أو الحبيبة، فهناك بعض التأخير بهالفترة بكرة، ولكن ممكن تتحسن بالأيام القادمة. الحب عند البعض منكم مؤلم وموجع بهالفترة، شوفوا حاولوا تكونوا متوازنين وكونوا رحمين مع الحب ومع الشريك. الكبرياء ما بيفيد الشريك ولا بيفيدكم، لأنه ما بيعود في نوع من التفاهم. علاقتكم مع السلطة بهالفترة فيها بعض المشاكل، انتبهوا للإدارة، مدير بالعمل، مديرة بالعمل، الأب، رئيس المجموعة، مما كان الشخص اللي له تأثير على حياتكم بده انتباه. نوع من الغضب العارم يحيط بالبعض منكم، يمكن بصير زعل أو عدم تفاهم بوجهات النظر مع بعض الأشخاص داخل العائلة أو داخل الأسرة، ولكن أنتوا اللي بتكونوا منتصرين بالنهاية. بالتوفيق للعذراء. عزيزي وعزيزتي مولود برج الميزان، ميزان طبعا برج هوائي، وغدا طاقة اليوم نارية. شو عم يصير معنا بكرة؟ لقاء عاصف في الحب والعاطفة، حديث في الغرام، إحساس بخلجات كثيرة داخل الشخصية عند الميزان، مع أنه عادة هو متوازن، بارد، متقلب أحيانا، كول بالحب، ولكن بكرة ممكن يظهر عليكم نوع من استقبال الغزل، أو أنتوا تمنحوا غزل، أو ممكن توجهوا إعجابكم ببعض الأشخاص اللي كان عليكم كراش سري عليهم. عزيزي وعزيزتي الميزان، أخبار جديدة تأتي لكم، ولكن خروج صديق أو حبيب من حياة البعض منكم. هذا الصديق أو الحبيب صار له فترة حابب ينتقل أو يغير المكان، جايز غدا يكون من الأيام المناسبة له. أخبار جديدة تأتي إليكم وحب سابق يعود عند البعض منكم ميزان. اكتبوا لي بالتعليقات شو عم بصير معكم. عزيزي وعزيزتي مولود برج العقرب، عقرب رقم 19، وانتو عم يعطيكم نوع من الهدوء. طبعا الرقم ناري وانتم مائيين، فالماء دائما بتطفئ النار. بهالحالة عادة ما بيكون هذا الشيء كويس، ولكن بالنسبة لبكرة هذا الشيء ايجابي. عندكم قرارات، لقاء، مواعيد بدكم تقضوها، تفاهم وحديث مع بعض الاشخاص مثل الدلو والعذراء. أيضا عندكم لقاء مع الجوزاء والقوس لحل بعض الأمور، إما تكون عاطفية أو واقعية في الحياة الاجتماعية. أشخاص اللي عندهم مشاكل بالزواج، تعب بالزواج، هذه الفترة ممكن تؤدي إلى بعض الخلافات اللي تستدعي أنه تقولوا بدي أنفصل أو بدي طلق أو بدي أترك. أما البعض الآخر ممكن يعمل بعض المشاكل ويبقى داخل البيت، فهون الوضع منه كتير واضح حسب المود أو المزاج تبع العقرب وين بيروح وبأي اتجاه. بس اللي بقلكن يا إنه الصبر هو مفتاح الفرج. عزيزي وعزيزتي العقرب، طاقتكم بكرة فيها بعض الملل والزهق من الأشخاص اللي حواليكم، ما يؤدي إلى بعض الخلافات مع العائلة. أما في الحب عند البعض منكم اللي استقبل حب جديد أو قادم لإله حب جديد، فجيد جدا يكون في تواصل كل نهار، لقاءات وحكي على الهاتف، ممكن حتى تظهروا وتشوفوا بعض، وحب جديد أساسا قادم للي ما عندهم حب.
بالتوفيق للعقرب. عزيزي وعزيزتي مولود برج القوس، طاقتكم نارية وطاقة اليوم اللي هو بكرة 19 شهر نارية أيضا، فشو حيصير هون؟ بعض الزوابع، بس هذه الزوابع بمنطقة العاطفة والحب والرومانس، على ما عم شوف إنها جيدة جدا منا سلبية، رح تاخدكن إلى مكان ممكن تتواصلوا فيه مع أحد الأشخاص اللي إلكن إعجاب عليهم أو هم معجبين فيكن. ممكن يجيكن اتصال إعجاب أو معجب أو كراش أو حبيب من زمان ما سمعتوه، أو شخص بحياتكن العاطفية تقلب والآن عم بحاول يصلح. فإذا هو نهار جيد عاطفي حنون ورومانسي من بداية النهار. أخبار جيدة للعائلة والأسرة، أخبار جيدة لإلكن أنتو شخصيا، بشائر إيجابية، بعض المال والأعمال للبعض منكن، وانتقال إلى مكان جديد. الانتقال قد يكون عن طريق زواج أو عن طريق من بيت إلى بيت، من مدينة إلى مدينة، أو من عمل إلى عمل. شو ما كان عنوانه أو نوعه فهو مثمر وبمصلحة القوس. عزيزي وعزيزتي القوس، السفر صار قاب قوسين أو أدنى أو صار قريب كتير عليكم. بالتوفيق للأشخاص اللي حيسافروا، اكتبوا لي بالتعليقات. وأخيرا جاء الفرج وحريتكم أصبحت ملك يدكم. مولود برج الجدي، غدا النهار رقمه 19، والجدي طاقته أرضية، فشو عم بيصير بكرة مع الجدي؟ الجدي عم بحس حاله في خلاف مع بعض الأشخاص المائيين وأيضا الهوائيين لسبب أو لآخر، ما عم بحس إنه هالأشخاص عم ينصفوه وأيضا مش عم يستمعوا لنصيحته. ربما ظلموكم، لم ينصفوكم، أخذوا منكم بعض الأشياء اللي تعود عليكم بالفائدة، أو وعدوكم بشيء ولم ينفذوه. غدا ليس من الأيام اللي بتكون تحكوا فيها سياسة ولا تحكوا فيها عمل ولا مال. غدا من الأيام اللي بتكون تروق شوي، ترتاحوا، تحاولوا تاخذوا نزهة، تمشوا، تظهروا برات البيت أو تبتعدوا عن الناس. ولكن على النصف الآخر أو نهاية النهار، هناك حديث باتفاقات للمال ولحياة جديدة كالزواج أو الخطوبة أو عقد قران عند البعض منكم. بالتوفيق للجدي. عزيزي وعزيزتي الجدي، العقود الجديدة اللي كنتوا ناويين تقدموها أو تستلموها ممكن تتأخر شهر ثم تفرج هذه الأمور. علاقتكم مع الدلو جيدة، أما علاقتكم مع الثور والعقرب بهالفترة فبدأ كتير من الانتباه والحذر بالكلام وبطريقة التعامل. بالتوفيق للجدي. عزيزي وعزيزتي مولود برج الدلو، ما تنسوا تحضروا البرج العام الأسبوعي نزل مبارح. دلو شو مخبي لكم بكرة؟ دلو أنتم أيضا مثل جاركم الجدي بحاجة إلى الراحة والهدوء. يوم جيد أنه تكونوا مع نفسكم متواصلين، بعيدين عن العجقة وزحمة النهار. البعض منكم عم يفكر بالسفر في الأيام القادمة، وفئة منكم عم تفكر بتغيير العمل أو تغيير شيء حاصل بحياتها مش عم يعطيها حقوقها في هذه الفترة. هذا القرار جيد وجدي وأنتم بحاجة له. أما الأشخاص اللي عندهم دراسة وعاطفة داخل العمل فهذه الأمور إيجابية. دلو الشريك عم يتهمكم بالإهمال أو بالخيانة، أو عنده شك أنه أنتوا عندكم حدا تاني، فبدكم تنتبهوا من هذا الموضوع. مبروك للأشخاص اللي منكم ناويين يجيبوا أطفال، مبروك للي إجاهم أطفال، وبالتوفيق للي مستعدين إلى السفر عند الدلو. دلو بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. مولود برج الحوت، غدا طاقتكم المائية وطاقة النهار نارية، بكرة هذه الماء تطفئ القليل من النار مما يؤدي إلى انسحابكم من الساحة الاجتماعية. بكرة هادين، ما حابين تكونوا مع حدا، مش عم تردوا على الهاتف، عم تحاولوا تخففوا من الكلام. والبعض منكم خايف من الرجوع إلى العمل أو خايف من العمل اللي هو داخله.
في كتير من القيل والقال والمشاكل، وجع الرأس والطعن بالظهر. لا فئة منكم مش عند الجميع، ولكن مع هيدا وكله الأشخاص معظمها بتحبكم بالعمل، نشاطكم قوي، حضوركم قوي، بحبكم تكونوا موجودين وعندكم ارتقاء ودولاب الحظ معكم، فما تخافوا لأنه المصلحة لإلكم بكرة. الموازنة المالية جيدة، الحب والعاطفة جيدين بكرة، نجاحكم كبير، ايدكم ذهب بكرة، حوت اطلب تعطى، واحتفال بخطوبة او زواج اما للبعض منكم او لعائلتكم، وانتقال الى مكان جديد، استلام مهام جديدة. اللي عنده محكمة عنده ربح هيدا الاسبوع، اللي عنده حب عنده نجاح في الحب، اللي عنده ماضي اوراق او عقود فهي لمصلحته 100%. عزيزي وعزيزتي الحوت وجميع الابراج، بتمنى لكم نهار جيد ورائع جدا. بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك. بشوفكم بكره ان الله راضي، فيديو جديد. تصبحوا على خير. باي.